معالي الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، أهلا بيك في يلا كورة. أهلا بيك يا دينا، أهلا. يعني متشرفين بوجود حضرتك معنا. شرف كبير ليا دينا. فعهد معاليك، يعني منتخب مصر وصل لنهائي كأس أمم أفريقيا ولكن خسر أمام الكاميرون، في 2022 بيوصل المنتخب برضو لنهائي كأس أمم أفريقيا وبيخسر من السنغال، إيه اللي ناقصنا عشان نوصل للتتويج الثامن يعني؟ برضو لازم نقول حاجة، احنا بنلعب مع فرق كبيرة وفرق قوية، يعني في افريقيا على الأقل 10 فرق منتخبات كبيرة ومن أكبر منتخبات، يمكن أكبر 40 منتخب على مستوى العالم، فوارد جدا انك توصلي للدور نهائي زي قبل النهائي وتخسري، يعني مش لازم كل مرة هنوصل نكسب، لأن احنا بنلعب مع فرق كبيرة زي السنغال والكاميرون والجزائر نيجيريا تونس، يعني في فرق كبيرة قوي. لكن الحقيقة الفترة اللي احنا جينا فيها كانت فترة صعبة شوية، هي الناس بس مش متذكرة اللي. احنا لما جينا في سنة 2013 وأوائل 2014 كان منتخب مصر بقاله 3 دورات إفريقية ما بيتأهلش أصلا. بالزبط. مش مسألة انه بيفوز او ما بيفوز، طبعا الظروف اللي كانت موجود فيها البلد كان في ظروف غير طبيعية في ذلك الوقت. فلما جينا كان عندنا مهمتين أساسيتين، المهمتين دول مش مهمتي أنا، هي مهمة اتحاد الكرة، فعلا اتحاد الكرة هو اللي بيدير اللعبة، وزارة الشباب والرياضة هي شيء مساعد لاتحاد الكرة، تحاول بقدر الإمكان توفر الشق الحكومي أو الجانب الحكومي للجانب الفني اللي بيوفره اتحاد الكرة. لكن لما تعاقد اتحاد الكرة مع مستر كوبر على أنه يتولى الإدارة الفنية للمنتخب، كانوا شرطين عليه أو كان في التعاقد حاجتين مهمين جدا، الوصول إلى كأس الأمم الإفريقية والمنافسة على الكأس والتأهل لكأس العالم 2018. فاللي عمله مستر كوبر هو الحقيقة وصل للبطولة الأفريقية ووصل لغاية المباراة النهائية، وكان حتى متقدم في المباراة النهائية 1-0 وبعدين خسر 2-1، وفي كأس العالم وصل لأول مرة لكأس العالم من 28 سنة. فأنا من وجهة نظري أن التعاقد مع مستر كوبر كان تقريبا حقق 100% مما يعني اتفق عليه في التعاقد معه. فإحنا كنا بقدر الإمكان بنحاول في الظروف اللي كان صعبة جدا فيها البلد من الناحية الأمنية في ذلك الوقت، إن إحنا على الأقل كانت وزارة الداخلية مشكورة بتسمح لنا ب 40 و50 و80 ألف كان في المباراة بتاعت الكونغو، يمكن كان في بقية مباريات الدوري المباراة الثانية ما كانش فيه، كان في ذلك الوقت ما فيش لعب على استاد القاهرة، قدرنا نرجع شوية مباريات على استاد القاهرة، فكانت الظروف مختلفة عن دلوقتي. بس إحنا طبعا لما بتعدي الوقت والحمد لله الدولة دلوقتي في استقرار كبير، الناس بتنسى التفاصيل الصغيرة وبتفتكر بس الخطوط العريضة، هل وصلت ولا لا، هل كسبت ولا ما كسبتش، هل كان في جماهير ولا ما كانش فيه. لكن الحقيقة أنا أعتقد أن محمد صلاح استطاع بقيادة مهمة جدا للفريق وبالتواضع الكبير اللي كان فيه أنه يقدر ياخد الفرقة لنهائي أفريقيا والتأهل لكأس العالم. هو يمكن شوية اللي مضايق الناس أو يعني في خيبة أمل شوية، أن احنا شايفين أن المنتخب يعني عايزينه يحقق بقى حاجة، احنا يعني في أفريقيا، احنا يعني مش عايزه اقول اسياد افريقيا ولكن احنا كنا في الرانك بتاعنا في حاجه في حته مختلفه، دلوقتي بنشوف ان المنتخب مش زي قبل كده، ايه اللي ينقصنا ان احنا يبقى عندنا كذا محمد صلاح، عندنا كذا تريزيجيه، وطبعا اسماء كتيره مش عايزه انسى حد، يعني عندنا ندره في المواهب دلوقتي ولا المشكله في إيه؟ انا ما اعتقدش ان احنا عندنا ندره في المواهب، لانه من وجهه نظري برضو يعني ان كره القدم العالميه اصبحت فيها المواهب بشكل اقل، بقى فيها اللعب الجماعي، بقى فيها الخطه، فيها التكتيك، فيها اللياقه البدنيه العاليه جدا، امور كتيره قوي غير زمان. زمان كنت ممكن تلاقي 2-3 لعيبه حريفه قوي يقدروا ينقلوا الفرقه بشكل كبير، يقدروا يحرزوا اهداف في اي وقت هم عايزينه. دلوقتي التيم كله زي ما كانش متجانس، سريع، في لياقه شديده، مستعد يلعب قصاد ضغط جماهيري كبير وضغط عصبي كبير. يمكن الموهبه مهمه جدا لكن ماش كافيه في اللعب. انا من وجهه نظري ان مستوى، وده رايي الشخصي يعني، ان كره القدم طريقتها اختلفت عن زمان من ناحيه حتى التعامل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا النهارده لان في دوريات كبيره في اوروبا والناس محترفه، فالدوري الاوروبي ما بيسمحلكيش تاخدي اللعيبه بتاعت معاك الا 3 ايام بس قبل المباراه الرسميه بتاعت المنتخب. واصبح في نفس الوقت الدوري المحلي كمان ما بتقدرش توقفي المباريات المحليه وما بتقدريش توقفي البطولات القاريه زي الافريقيا والكلام ده. فالنهارده الوقت المسموح به للمدير الفني مهما كان هو مين هو وقت قصير جدا عشان يقدر يعمل التجانس بتاع اللعيبه او يقدر يختار اقوى فريق ممكن يلعب بيه. فالفكره كلها ان جميع المنتخبات القويه في العالم بتعتمد على لعيبها المحترفين، بتيجي قبل مباراة 72 ساعة تجيب كل المحترفين بتوعها اللي بيلعبوا في أقوى الدوريات الأوروبية وتجمعهم، والمدير الفني عليه بس إن هو إزاي يختار من وسط 40 محترف عنده أو 35 محترف أحسن 11 يناسبوا الفرقة اللي هتلعبه ويناسبوا المباراة اللي هيلعبها. الفكرة اختلفت، زمان كنا ممكن نعمل معسكر لمدة شهر ونلعب في الشهر ده مباراتين ثلاثة ودية
ونجرب ده مره وبعدين نجرب ده مره ونجرب. ما بقاش فيه الكلام ده، لا الوقت يسمح لك ولا اللعيبه المحترفين هتقدر تسيب الانديه بتاعتهم دي. وفي نفس الوقت ممكن المدير الفني المصري مثلا يقعد يدرب اللعيبه بتاعته كلها، لكن يوم ما هيجي يلعب مباراه رسميه هيروح يجيب اللعيبه من بره ويلعب ويادوب 3 4 من الدوري المحلي، هيبقى فيه تغيير. فلذلك انا رايي طريقه المثلى لانك تعمل منتخب قوي ان يكون عندك لعيبه كبير او عدد كبير من اللعيبه المحترفين موجودين في انجلترا وفرنسا والمانيا واسبانيا وايطاليا، دول 5 دوري كبير قوي، وان المدير الفني اللي يجي هيكون عنده 30 40 لعيب محترف بيلعبوا في اقوى الدوريات، اللعيبه جاهزه، هيجي ياخد احسن تشكيله، هيجيب ال 25 30 لعيب محترف وياخد احسن تشكيله منهم تناسب المباراه. وده اللي شفناه في السنغال. فريق السنغال يمكن اخذ بطوله افريقيا وتاهل لكاس العالم وخد حتى المحليين وخد الشباب والسيدات وكله. يعني فريق السنغال التقى يمكن هنا وهو بيلعب بالبطوله الماتش بتاعنا هنا البلاي اوف اللي كان بيوصل مين فينا اللي هيلعب كاس العالم، اللي هو احنا كسبنا هنا 1-0 واتغلبنا 1-0 ولعبنا ضربات جزاء، في منهم لعيبه جت على هنا يعني حتى ما تقابلوش السنغال، جايين جايين من الدول بتاعتهم هيلعبوا هنا يا دوبك هيقعدوا 48 ساعه والمدرب ينزل 11 لعيب يلعب. وانا الحقيقه اتفرجت كنت في الاستاد في الماتش ده، الفرقه واقفه جدا على رجليها، يعني فرقه السنغال فرقه بتلعب قصاد جمهور كبير لسه مقابلين بعض، لكن كلهم جايين من ايطاليا وده جاي من فرنسا وده فواقفين في الملعب مش عندهمش حاله هيبه. احنا يمكن جبنا جون على ما اتذكر يمكن في اول 5 دقائق جبنا جون، وبعدين ال90 دقيقه هم ماسكين ملعب بيلعبوا كره سليمه بيلعبوا كره حلوه لان هم واخدين على الاجواء ديت، بيقابلوا اقوى نجوم في العالم، ده بيلعب قصاد ميسي وبيلعب قصاد رونالدو بيلعب متعود على الكلام ده، الاحتراف مديله الشخصيه وهو مش مخضوض من القصه ديت. غير زمان افريقيا كان استاد ده يبقى رائع كل ده وارد، الدنيا اختلفت. ولازم وجهه نظري لما حد يكون بيدير اي مؤسسه او اي لعبه ما يديرش بنفس الطريقه اللي كان بيدير بيها زمان مع اختلاف الظروف. الظروف اختلفت لازم اغير تفكيري واغير طريقه ادارتي لان الدنيا دلوقتي بقت مختلفه عن الدنيا زمان. فوجهه نظري عشان نعمل محمد صلاح كتير وتريزيجيه كتير ونني كتير ولاعيبه دي كتير ومصطفى محمد وكل اللعيبه المحترفه بتاعتنا كويس قوي، لازم يكون عندي عدد كبير قوي من الناشئين بيبداوا من سن 20 سنه و21 سنه يخشوا في الاحتراف، بس يكون حتى لو في فرقه درجه تانية او فرقه مش في دوري كبير، ثم تنتقل تباعا الى الدوريات الاكبر والى الفرق الاكبر لغايه ما يكون عندنا المدير الفني يقدر يكون عنده 40 50 لعيب ياخد منهم احسن 11 لعيب. كلمه السر الاحتراف هو دي وجهه نظري بالنسبه للمنتخب القومي، لانه مهما عملت هنا دوري محلي مهما عملت وكان قوي وانا الدوري بتاعنا مش وحش وانا بتابع وببقى مبسوط وانا اتفرج على الماتشات، لكن السرعات مختلفه، طريقة اللعب مختلفة، الأرض مختلفة، التصوير مختلف، إمكانيات الجماهير، كل الفكرة دي، حتى طريقة إعداد اللعب نفسه مختلفة، الطعام بتاعه كل حاجة مختلفة. فصعب جدا من الدوري المحلي ده أطلع فرقة كاملة تنافس فرقة بتلعب كلها محترفين أو كده، صعب. ممكن يكسبوا ماتش، ممكن يقول لي ما إحنا كسبنا إيطاليا قبل كده، ما إحنا مش عارف فوزنا على مين، كل ده وارد. لكن عشان تحط الفرقة في مصاف أحسن 10 فرق قصة تانية. أنا ممكن أنزل ماتش أكسب بالبرازيل، لكن مش معنى كده ان انا بقيت اقوى من البرازيل او ان انا لو دخلت كاس العالم هادي اداء اكتر من لازم البرازيل. اكمل يعني. لازم يكون انا مستوى الفرقه بتاعتي مستوى عالي تقدر تلعب في المستويات العاليه، مش مجرد كسبت ماتش او ما كسبتش ماتش. لان كل ما بناقش حد في النقطه دي يقول لي طب ما احنا كسبنا ايطاليا وكانت بطله عالم، ممكن كسبت ايطاليا بس الماتش اللي بعديه خسرت من امريكا 3-0، بس البطوله اللي بعديها ما تاهلتش لكاس العالم. لكن في فرقه هي فرقه كبيره هتوصل كاس العالم كل مره، مره هتنافس على كاس العالم ومره هتخرج بدري ومره توصل دور الثمانية، بس هي في كل مره موجوده لان هي من القوى الكبرى في كره القدم. ليها شخصيتها، ليها يعني بتفرض وجودها، زي ما شفنا المغرب والمفاجاه بتاعه ان هي تبقى في المربع الذهبي في كاس العالم في قطر، وزي ما بنشوف زي ما معاليك قلت على السنغال كمان. يعني معاليك قصدك الاستمراريه علشان نقدر نكمل ونقدر نكون موجودين. يعني ده اللي بتبنيه المغرب دلوقتي، مش فكرة أنا وصلت مرة للدور المربع الذهبي خلاص، لا أنا عايز أحط الفريق في مستوى كبير، فبلعب مع فرق كبيرة، بخلي لعيبة المحترفين في أقوى الدوريات، كل مرة هرفع المستوى شوية، هحقق الهيبة للفرقة، اللي جاي يلعب المغرب هيبقى عارف إنه بيلعب فرقة تقيلة، أنا لعبتي كمان لما بتلعب مع فرق كبيرة مش خايفة لأنها لعبت مع البرازيل والأرجنتين، فإعداد فرقة وإعداد هيبة للفرقة وإعداد مستوى معين للفرقة ما نزلش عنه هو ده اللي بيتعمل دلوقتي في المغرب، اتمنى ان احنا كمان نبدا نعمله في مصر ان شاء الله. احنا عندنا امام عاشور لاعب الزمالك السابق انتقل الى الدنمارك، ويعني يقال انه اللغه دلوقتي ممكن تكون عائق شويه عنده، عامله له يعني بعض المشاكل وممكن تاثر على يعني مسيرته الاحترافيه، ونلاقيه ان هو رجع مصر تاني، ودي يعني نقدر نقول ان هي مشكله مكرره عند اللعيبه المصريه ان هم عدم التاقلم بسبب اللغه. ممكن نحل المشكله دي ازاي؟
هي الحقيقة طبعا هي مشكلة، وزي ما ضربنا مثال بالمغرب او الجزائر او تونس او السنغال، هم على الاقل عندهم لغه اجنبيه، بيتكلموا فرنسيه بيتكلموا انجليزي، حسب، لان افريقيا تبقى للاستعمار ما كان موجود، فالاستعمار كان هناك ثقافي شويه، لكن ربما احنا الاستعمار ما قدرش ياثر علينا قوي لان احنا دوله عريقه وعندنا ازهر وعندنا فن وعندنا دراما، هويتنا جامده، فما اثرش قوي، ما قدرش المصريين يتكلموا مثلا انجليزي بطلاقه زي ما الجزائر وتونس والمغرب بيتكلموا بطلاقه الفرنسيه، فدي طبعا عائق. لكن انا بقول انه اذا كان في لعيبه في مصر النهارده وصلت لمستوى انه بيلعب في الدوري الممتاز ومع انديه كبيره زي الاهلي والزمالك والبيراميدز وفيوتشر والاتحاد، المفروض اللعيبه دي عندهم برضو نبتدي نثقف نفسنا من دلوقتي، نهتم شويه باللغه، لان انا النهارده لعيب زي ما بتمرن احاول اعرف شويه كمان شويه لغه، كمان لازم يكون عندي شيء من الاراده، ما اقدرش ادعي ان كابتن محمد صلاح لما سافر كان بيتكلم لغه كويس، لكن ربما اشتغل على نفسه، ربما اتعلم اللغه اللي كانت موجوده. بعدين كابتن محمد صلاح راح سويسرا وراح ايطاليا وراح انجلترا، فهو لغات مختلفه، لكن المثابره والصبر والجهد والاصرار على تحقيق الحلم اللي انا عايزه هو ده، مش لازم ازهق بسرعه. وعلى فكره كل شبابنا اللي سافر بره وعاش ونجح في مجالات مختلفه في الطب وفي الهندسه وكده عانى من مشكله اللغه في الاول، لكن لانه عنده اصرار استنى. وده في ناس سافرت مثلا المانيا وما تعرفش ولا كلمه الماني، ولغه صعبه، لغه صعبه، اتعلموا ودرسوا باللغه الالماني وبقوا اساتذه وبقوا دكاتره كبار. فانا بدعوه ان هو يعني يحاول شويه يتعلم اللغه، وفي نفس الوقت يعني يبقى فيه شويه صبر. وانا اعتقد انه محدش بيحقق حلم بسهوله كده، انه يتوقع ان انا هسافر واحترف بره من اول 6 اشهر هبقى هناك هبقى نجم كبير والناس كلها عارف، يعني لا، لازم هتعب سنه وسنتين وثلاثه، خصوصا ان امام لسه سنه صغير وقدامه يعني مستقبل كبير ان شاء الله. كوزير شباب ورياضه، التعامل مع محمد صلاح في المنتخب كان ازاي؟ وخصوصا يعني انه يقال ان هو ليه اراء في ان هو يعني يضم لعيبه يغير مدير فني، التعامل كان معاه ازاي؟ الحقيقه يعني بامانه شديده انا تعاملت مع محمد صلاح طبعا فتره طويله في اثناء تولي الوزاره، ما شفتش منه غير كل حاجه جميله، كل علاقه طيبه جدا بكل زملائه، تواضع جم جدا، محبوب من كل الناس، عمري ما شعرت بأي حاجة. طبعا أنا مش كنتش في اتحاد الكورة، اتحاد الكورة هو اللي بيقارب طبعا للفريق وللمدير الفني اللي كان مستر كوبر ساعتها والمساعدين بتوعه، لكن الحقيقة في أوقات كتيرة كنت مثلا بزور المعسكر في قبل المباراة النهائية مثلا اللي وصلتنا كاس العالم، كنت موجود قبلها بيوم مع الفريق كله، لكن ما حسيتش بأي حاجة لا في تمرين ولا في علاقته مع اللعيبة ولا حتى كمان في حضوره للطعام مثلا أو للمحاضرة أو أي حاجة، بالعكس كان كله بيشيد بيه وكله بيشكر فيه جدا، ومعتبرينه أنه هو يعني زي أيقونة السعادة والحماس والشيء اللي ممكن فعلا يبقى جديد، بحيث أن مصر توصل لكاس العالم 2018 بعد حوالي 28 سنة ما وصلناش كاس العالم من 1990. فالحقيقة التعامل معاه كان سلس جدا، متميز جدا، حب الناس، وكان نفسه فعلا يحقق حاجة للجيل ده ويصل بيه لكاس العالم، لانه كان شايف ان الفريق اللي معاه يستاهل انه يوصل كاس العالم. معليك، شايف مستقبل صلاح ازاي؟ يعني ممكن نشوف صلاح وزير شباب ورياضه في مصر، مدير فني للمنتخب، ولا مدرب في البريمير ليج، ولا ممكن بقى نشوفه بعد خالص عن المجال وبقى بيزنس مان؟ يعني والله برضو الدنيا اختلفت شويه، يعني ما اقدرش اقول لحضرتك انه ايه اللي ممكن حد نجم كبير زي كابتن محمد صلاح يفكر فيه، لكن فكرة الشغل الحكومي أو كده يمكن ما بقتش بنفس الفكرة بتاعت زمان. يعني بيلي مثلا كان كده في البرازيل، طارق دياب ممكن كان عمل كده في تونس برضو بقى وزير، يمكن لعيبة أخرى وصلت لرئاسة الاتحاد بتاعها، ده شيء وارد ومنطقي وطبيعي يعني. لكن أعتقد في ظل الظروف دي وإن الحياة الناجحة بفضل الله لمحمد صلاح قضاها في إنجلترا، أعتقد إن هو ممكن يا إما يعني يتوجه بشكل أو آخر إلى الجانب الفني أو الجانب البزنس، يعني ده اللي أتوقعه، يعني إما الإدارة والتدريب أو البزنس، لكن أعتقد الشغل الحكومي والعودة إلى الشغل الحكومي ربما تكون بعيده شويه، يعني مش يعني ممكن يكون مش ربما تكون طبعا ما اقدرش اعرف هو ايه، يعني ما اتكلمناش مع بعض في حاجه زي دي، ربنا يديله الصحه، لسه قدامه سنين طويله، لكن من معرفتي بشخصيه كابتن محمد صلاح يا اما هيبقى اتجاهه فني في اداره الكره او التدريب او كده، او هيبقى بزنس يعني في التجاري او كده. هل معليك يعني تفكر او يعني تحن لكرسي الوزاره مره اخرى؟ والله شوفي هقول لك، كرسي الوزاره بيبقى مرتبط بما تريد ان تحققيه من نجاح، واحنا لما جي يعني انا ظروفي لما جيت في الوزاره الحقيقه كانت في وقت بعد ثوره 2013،
فكانت الامور مختلفه والواحد عايز تحديات كبيره والشارع ما كانش كده، وكان في رغبه كبيره قوي انك يعني تساعدي البلد انها تقف على رجليها بعد الاحداث الكبيره اللي عدت بيها في 2011 و2012 و2013. دلوقتي الدنيا مختلفه شويه طبعا الحمد لله، بعد حاله الاستقرار الشغل يمكن الحكومي اصبح روتيني شويه، اهدأ شويه، الظروف مختلفه شويه، فربما اكون بحن الفتره اللي انا كنت مقضيها، لكن ما بحنش قوي للموضوع العوده للشغل الروتيني في الوزاره. يعني بيبقى متعب لمعاليك هو مش مساله متعب، هو مساله يعني ربما يكونش في جديد تقدري تقدميه، لكن في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيه كان في تحديات كتيره. احنا جينا ما كانش في دوري، الدوري كان متوقف، وبعدين الدوري بقى مجموعتين، وبعدين عايز اعمله دوري مجموعه واحده، وبعدين عايز ارجع بس تلفزيوني، وبعدين عايز ارجع جماهير، وبعدين عايزين ندخل تصفيات افريقيا ونوصل افريقيا، وبعدين كاس العالم، وبعدين عندي شباب كتير ايديولوجيات مختلفه والدنيا مختلفه، وعندنا ناس من بره بتتكلم علينا بطريقه مش كويسه، فعايز مؤسسات الشباب ومؤتمرات الشباب تقدر تعرض او تعلن عن الوجه الحقيقي لمصر، مش زي ما كانت الصوره متاخده عننا. فكانت امور كتيره جدا مختلفه. بعد شويه بقى لما الدنيا بتستقر خلاص بيبقى التركيز كله على الكره دي اوف سايد ولا مش اوف سايد، اللعيب ده اتوقف ولا ما توقفش. انما في الاول كانت حاجات كبيره قوي، كان في مثلا مراكز الشباب محتاجه بعد فتره طويله انك تحاول تعمل تجديد ليها، عملنا ملاعب كتيره وحاولنا نوصل للناس في القرى والنجوع، نقول لهم ان بعد ثوره 2013 الدوله شايفاكم ومعاكم، وكان حتى يمكن يعني اي حد بيركب طياره او بيطير فوق اي محافظه بيلاقي ملاعب باينه جدا الخضراء من الطياره، لان احنا عملنا فوق 3000 ملعب. فالحقيقه كانت تحديات كبيره جدا، ربما في وقت صعب، وقت كان فيه الحاله الوطنيه يعني كبيره قوي، والناس بتامل في ان الدنيا تتحسن وان البلد تروح لحته احسن. فالحمد لله ده تم، وخمس سنين برضو كانوا صعبين جدا. يعني مش عايز اقول لحضرتك انا كمان جيت سنه في اي حكومه الدكتور كمال الجنزوري، ده كان وقت المجلس العسكري، وبعدين خرجت من الوزاره وقت الاخوان، ثم رجعت مره اخرى بعد ثوره 2013. فمش عايز اقول لك انا من 2011 ل 2018 دي الفتره اللي كنت موجود فيها، سبع سنين منهم سنه خارج الوزاره يعني، لكن السبع سنين دول الدنيا كانت صعبه قوي، والحمد لله يعني اتمنى نكون على الاقل ادينا اداء طيب يعني. طبعا اكيد يعني شفنا يعني مع بدايه رمضان اتحاد الكره الانجليزي بيبعت خطاب توصيه لجميع الحكام ان هم يبقى في توقف في المباريات علشان اللعيبه اللي صايمه تفطر في المباراه. على العكس شفنا الاتحاد الكره الفرنسي بيوصي انه لا، ما فيش توقف في المباراه، وده ممكن كمان اثر ان بعض المدربين استبعدوا اللعيبه الصايمين. يعني معاليك شايف يعني الاتحادين واختلاف الاراء واللعيبه نفسها في النص هيبقى عندها مشاكل في الموضوع ده؟ بصي، هي وجهات نظر ونحترم كل وجهات النظر. يمكن انا لما طبعا الاتحاد الانجليزي قال ان اي لعيب من المسلمين وبيكون في الملعب وقت غروب الشمس ياريت يبلغ حكم المباراه قبل المباراه ان هو صايم عشان يوقفوا المباراه، وانا الحين يمكن كتبت تويته وقلت انا سعيد جدا بهذا الامر، مش عشان اللعيب هيطلع يفطر او هيشرب، لكن ده قد ايه يعني ده اعلان الدوري الانجليزي ده العالم كله بيتفرج عليه، والدقيقه في البث التلفزيوني في الدوري الانجليزي دي تساوي كتير. ولو انت عايز تعملي اعلان مدته 30 ثانيه في الدوري الانجليزي ده ممكن تدفعي ملايين الدولارات او الاسترليني يعني. فكون ان هم يقولوا احنا هنوقف الماتش ده كله والجماهير دي كلها والتصوير ده كله عشان لاعب واحد ممكن يكون في ال22 لعيب هيطلع يشرب عصير او ميه او كده لانه من المسلمين الصايمين اللي في وقت رمضان، فانا اعتقد دي رساله حلوه قوي يعني للتعايش اولا وللدعايه او كل حاجه حلوه يعني، وللاهتمام قد ايه بالانسان الاخر ومعتقدات الانسان الاخر. فدي وجهه نظر انا بحبها وشايفها رائعه يعني. الاتحاد الفرنساوي يمكن يكون فكر من ناحيه اخرى، احنا مش عاوزين ندخل الدين في الرياضه ونقول ان ده كذا وعندنا الحته دي الدين مش عايزين ونخلي دي حاجه ما تتدخلش، كل واحد حر وكل واحد معتقداته صحيح، لكن مش عاوزين نوقف عشان كذا وبعد كده واحد تاني يقول لي لا ما تلعبش يوم العيد واعملش كذا ونبتدي يبقى الموضوع مغلف. وجهه نظر نحترمها لكن احنا نميل اكتر لوجهه نظر اللي قدرونا يعني اللي قدروا الانجليزي واحترموا كمان الصيام يعني. منتخب مصر لما كان بيلعب في رمضان هل كان اللعيبه بتفطر؟ انا ما اعرفش طبعا مين بيفطر ومين ما بيفطرش، لكن او ما حبش اسال واحد انت صايم ولا فاطر، لكن اللي انا عارفه ان هو كانوا مطلقين الحريه للعيبه اللي عايز يعني
ياخد برخصة الفطار، ياخد اللي مش عاوز ياخد ما ياخدش، حسب قدرة بقى حسب كل لاعب كل لاعب يعني. يعني لكن حسب معلومات يعني ان معظمهم كانوا بيبقوا صايمين يعني. يعني كمشجع زملكاوي او كمحب للزمالك يعني، رأي معاليك ايه في المشاكل الاخيرة في الزمالك اللي اثرت طبعا على جميع الالعاب يعني، وبنشوف ان الزمالك بيخسر تقريبا البطولات كلها في جميع الالعاب، كرة، يد، سلة. رأي معاليك ايه في المشاكل في الزمالك؟ والله انا يعني مش عايز اتطرق قوي لموضوع الزمالك لان يعني موقفي يمكن يكون حساس شويه من الكلام على نادي الزمالك، لكن الحقيقه بامانه شديده يعني وجهه نظري الشخصيه يعني انه حينما تتعرض لاي مؤسسه رياضيه الى مشاكل لابد ان المؤسسه دي تقعد وتدرس الاسباب الحقيقيه ليها. لا ابحث اطلاقا عن مبررات علشان اطلع بيها ايه اسباب عدم النجاح، لكن أهم حاجة في أي مؤسسة رياضية أو غير رياضية حتى وجهة نظري إن لما تحصل مشكلة ويبقى في تدهور في المستوى بشكل أو آخر يبقى على الأقل في حد بيقعد يدرس الأسباب 1 2 3 4 أصلحها إزاي، أحط خطة لإصلاح الكلام ده وأشوف الطريقة اللي أنا اتبعتها سببت المشاكل ديت، ومش دايما ارمي اخطائي على الشماعات والناس والمؤامرات والكلام ده كله، لا لازم اكون صادق مع نفسي واقعد افكر واحلل احط خطه واشوف الخطه اللي انا هحطها دي عشان احل مشاكلي هل هي عندي دعم اقتصادي ليها، يعني هل عندي التكلفه اللي تخليني اقدر احل المشكله دي، هل عندي الدعم الاعلامي اللي يخليني اقدر احل المشكله دي، هل عندي الدعم البشري اللي هم الناس اللي هتحل معايا المشكله دي، هل المستويات اللي موجودة قادرة على انها تحل معايا المستوى ده ولا المشكلة دي ولا لا. فانا اعتقد ان اهم حاجة لحل مشكلة اي نادي هو اولا الصدق ودراسة اسباب عدم النجاح الاول، وبعد ما حدد الاسباب ابتدي احط الخطط المحددة اللي حقدر اوصل لها في سنة او في سنتين او في 3 سنين لغاية ما اقدر اتجاوز هذه المحنة. هل مازال موقف معاليك الرفض من الترشح في انتخابات نادي الزمالك مع العلم ان اسم معاليك من اوائل الاسماء اللي بتطرح في الانتخابات يعني؟ لا هو موضوع منتهي بالنسبه لي، موضوع ان انا اتقدم باوراق ترشيحي لمجلس اداره نادي الزمالك ده مش وارد خالص، ما اعتقدش ان انا هفكر ابدا ان انا اجيب استماره واملى الاسم واحاول انزل اعمل دعايه لنفسي يا جماعه انتخبوني عشان ابقى رئيس نادي الزمالك لا اعتقد ان هذا الامر يعني سيتم خالص. ومنتهى الامانه رئاسه نادي الزمالك ده شرف كبير، ونادي الزمالك دي مؤسسه رياضيه انا بعشقها وعشت شبابي وطفولتي وجزء كبير قوي من حياتي مهتم بنادي الزمالك واخبار الزمالك اكتر حاجه ممكن تكون بتهمني يعني. لكن التقدم باوراق الترشيح ده ليه امور تانية كتيره قوي وليه دراسات اخرى كثيره علشان الواحد يقبل على انه يقدم ورق يترشح في انتخابات نادي الزمالك، فده لا مش وارد، وما زلت عندي رايي ان انا مش هتقدم بالترشيح. ولو طلب من معاليك يعني، لانه يعني دايما يعني لما اي زملكاويه بيتسالوا اول اسم بيكون معاليك يعني. والله يعني ده شرف كبير اولا ليا، لكن وهو طلب فعلا، وانا جالي في الكذا مره اللي فاتت كان في منتخبات جالي بعض الساده المحترمين من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك السابقين وبعض الناس قالت لي نكون مجموعه وننزل انتخابات وكده، لكن انا شايف يعني يمكن في الوقت الحالي موضوع الانتخابات وبالظروف اللي فيها والسوشيال ميديا والارقام الماديه اللي مطلوبه عشان الواحد يقدر ينزل انتخابات ويدع ويعمل دعايه والمجهود انك لازم تروح لكل الناس في اماكنها، يعني الموضوع ده بالنسبه لي مرحله من حياتي وعدت. انا في مراحل اخرى كنت بنزل انتخابات في الاتحادات وفي الانديه وكل حاجه، بس كنت اصغر من كده بكتير اولا، وكنتش برضو تقلدت المنصب بتاع وزارة الشباب والرياضة لمدة تزيد عن 6 سنين، فأنا شايف دلوقتي الوضع كله ما يعني ما يستقيمش إن أنا أتقدم بأوراق ترشيحية. إيه مدى صلاحية الحكومة إن هي تتدخل في حل الأزمات؟ يعني إحنا شفنا أزمة القيد في الزمالك، يعني كان إيه اللي ممكن الحكومة تعمله عشان تمنع الأزمة دي؟ لا الحكومة مش من حقها تعمل أي حاجة ومش من دورها تعمل أي حاجة. الحكومة عندها اتحادات موجودة والاتحاد هو اللي يشوف الأمر، ولو في حاجة ممكن تعمل الحكومة يبقى رأي استشاري، لأن ده صميم العمل الفني للاتحاد الكورة، والميثاق الأولمبي اللي مصر موقع عليه قبل كده إن الحكومة لا تتدخل في الشغل الرياضي المنافس، لأن العمل الرياضي اللي فيه تنافس ده عمل أهلي. يعني إيه عمل أهلي؟ يعني بعيد عن الحكومة، الحكومة تتولى العمل الرياضي الأهلي في المدارس، في المصانع، في المؤسسات، تعمل ملاعب،
تخلي الناس تمارس رياضة للجميع. إنما أول ما يبقى فيه تنافس في أي لعبة من الألعاب فيه اتحاد للعبة، هذا الاتحاد هو اللي عليه الدور الفني. الحكومة تراقب بس، لأن ربما يكون بتدفع أموال، فالحكومة تراقب التصرفات المالية الخاصة بهذه الاتحادات، وإذا وجدت أي نوع من الإخلال بالتصرف السليم المالي من حقها تتدخل، من حقها تبعت لجان، من حقها تحول النياب، كل ده وارد. لكن لعيب تأيد ولا ما تأيدش، لعيب خد إنذار ولا ما خدش، لعيب توقف 6 ماتشات ولا 3 ماتشات، الماتش ده تأجل ولا لأ، وإن كان أحيانا، وأنا برضو يعني بقول إن ده حصل كتير معايا، إنه كانوا بيكلموني يسألوا، بس ممكن يكون بيسألوا بيستأنس برأيك بيعمل كذا، لكن مش معنى كده أبدا إن أنا أقدر أقول اعملوا كذا أو ما تعملوش كذا، ومن المش مفروض إن أنا أتدخل في حاجة زي لأنه كده. يعني كتير بيعتبوا على وزارة الشباب والرياضة ما فيش تدخل ليه في الاتحاد، ما بتدخل يعني ليه ما فيش تدخل، فيعني معليك وضحت لنا إنه لأ الحكومة ملهاش إن هي تتدخل في حاجة زي كده. لا ملهاش إنها تتدخل في حاجة زي حضرتك تقولي لي أزمة القيد، لكن في بعض الحاجات الأخرى الحكومة لازم تتدخل فيها، لما تقولي مثلا أعداد الجماهير أو عودة الجماهير، لأن ده تنسيق أمني من وزارة الداخلية مع وزارة الشباب والرياضة، ممكن تكون مع وزارة النقل، يعني في إشراف حكومي على هذا الأمر. ففي بعض الأمور اللي بتتدخل فيها الحكومة وبعض الأمور الفنية اللي ما بتقدرش تدخل فيها الحكومة. لما يجي مثلا يقول لي أنا مش عايز ألعب في استاد القاهرة، عايز أروح استاد برج العرب، ربما يكون أنا مثلا في الحكومة الاتحاد يقول لي لا أنا عايز ألعب في استاد القاهرة، فنحاول الحكومة تتدخل توفر استاد القاهرة عشان ده مثلا أريح للمنتخب. ففي بعض الأمور اللي مش فنية نقدر نقول إنها إدارية ممكن الحكومة تتدخل فيها، إنما بقى إيقاف لعيب ولا مش إيقاف لعيب، ماتش عايزه يتأجل ولا متأجلش، النادي عليه فلوس أو معليش فلوس للاتحاد، كل القصص الفرعية ديت دي حاجة تخص اتحاد الكرة 100%. رأي معليك إيه في إنشاء رابطة الأندية، وهل يعني ده خطوة لقدام للكرة المصرية، وكمان بخصوص الحكام المصريين اللي دلوقتي إحنا بنسمع طول الوقت اتهامات للحكام المصريين وإن هما مش قد التحكيم يعني؟ والله الحقيقة إنشاء الرابطة ده شيء مهم وشيء ضروري، وأنا شايف إن هما لحد كبير قوي عاملين شغل مش بطال، وده هما لسه في البداية، ولازم نشجع البدايات لأنه الدنيا هتتطور بعد كده، وربما يكون الإدارة بتاعت الرابطة أحسن شوية، وده شيء وارد، لكن هي كخطوة خطوة مهمة وخطوة جيدة، وشايف إن في جهد كبير بيتبذل، وما فيش مانع يتبذل جهد أكتر، وممكن يكون في أخطاء تتصلح، كل ده وارد في الأول. وأنا شايف اتحاد الكورة إلى حد كبير بيأدي أداء في ظل الظروف دي مش بطال أبدا يعني، والمدير الفني الجديد مدير فني محترم وكويس قوي، وفي ضوء الامكانيات اللي موجوده مادي اداء مش بطال ابدا يعني. اما بالنسبه للتحكيم فانا قلبا وقالبا مع الحكام المصريين ومع التحكيم المصري ومع عدم اللجوء تحت اي ظرف الى حكام اجانب تحت اي ظرف. صحيح. ما يقوليش بقى ماتش اهلي والزمالك، اصل ده نهائي كاس، اصل ده نهائي دوري، اصل ده ماتش، ما ينفعش. احنا بلد عريقه جدا في الرياضه، وعندنا تحكيم كبير ومهم جدا من الثلاثينات، كان عندنا ناس بتروح تحكم في كاس عالم، وعندنا امبراطور في التحكيم، وعندنا حكام يشار لهم بالبنان. فمش معقول احنا اللي نقول على حكامنا مش كويسين، واحنا اللي نبعت نجيب حكام، احنا المفروض حكامنا دي تحكم في كل حته في المنطقه، ومهما حصل مفيش حكم ما بيغلطش، مفيش حكم حتى لما بنجيب اجانب بيغلطوا، والنهارده في وجود الفار الاخطاء بتقل جدا، لكن لازم ندي حكامنا الثقة. مش معقول احنا متهمين كل حكامنا ان هم مش عارف ده محايدين، ده تبع ده وده تبع ده وده، لا يعني مش معقول. على فكرة انا ضد اي حاجة اجنبية في اتحاد الكورة، لا مدير فني اجنبي ولا مدير لجنة حكام اجنبي ولا حكام اجانب ولا اي حاجة، احنا نستطيع ان ندير كرة القدم المصرية بشكل مصري 100%، وعندنا خبراء ممتازين. كمان بقى اكتر من كده، مش معقول انا اكون الطريقة دي كنت بعملها زمان، وبجيب مدربين اجانب، وبجيب حتى رئيس لجنة حكام اجنبي، وبجيب حكام اجانب، لما يبقى في ازمة اقتصادية في العالم كله وعندي مشكلة في العملات الحرة، خلاص حتى في فترة الازمة اغير تفكيري. صحيح. مش معقول افضل ماشي بنفس الطريقة دي. يعني حتى في فترة الازمة، حتى ادي مثل للناس ان احنا كلنا في ازمة، ده مش هنلجأ للكلام ده، لكن مع كل الاحترام لجميع الاندية المصرية اللي بيجيب لي مدير فني ب $100,000 و $80,000 و $150,000 و $200,000، واحنا اصلا ما عندناش دولارات، حتى لو انت قادر انك تدفع هذه الدولارات، انت لازم تدي رساله للناس ان احنا في ظروف صعبه، والناس عايشه في ظروف اقتصاديه صعبه، لان العالم عايش في ظروف اقتصاديه صعبه.
فما يلاقيش الأندية راح يجيب لعيب يديله كام مليون دولار وجاي راح يديني حكم واجيب مدير فني. أنا وجهة نظري أن الظروف تخليك تفكر في إعادة تفكيرك كويس قوي. وزي أي حد عندنا في البيت في الأسرة، لو أنت النهاردة مواردك المالية قلت لظروف معينة أو بقت فيها محدودية لظروف معينة، بتعيد تفكيرك في إدارة المنزل بتاعك، بقلل شوية مصروفاتي، بقلل شوية الحاجات اللي ممكن كنت بجيبها بسعر غالي شوية، أحاول أدور على حاجة أرخص شوية. مش معقول نبقى عايشين هذه الأزمة الكبيرة الاقتصادية وفي الدولار تحديدا، وأنا شايف كل الأندية وكل الاتحادات وكل حاجة بتتعاقد معها. فأنا رأيي الحكام المصريين ممتازين، وفي كل مرة تحطوا فيها في مباراة مهمة أدوا أداء كويس قوي، وأتمنى أن اتحاد الكرة يبني على هذا الكلام. وأنا سعيد أن نهائي الكاس يتحكم بحكام مصريين، وقبل كده مباراة الأهلي والزمالك اتحكمت بحكام مصريين، لأنه عيب قوي أن يبقى كاس العالم ما فيش حتى ولا يعني حكم مصري. فللأسف ده سببه أن إحنا الأول اللي بنخلي الحكم نازل مباراة مش امبراطور زي زمان، لا هو نازل مباراة خايف اصلا ان كل صفارة هيصفرها دي يعني هتفسر انها مشكوك فيه، يعني نازل مشكوك فيه اصلا وانتمائه خلاص معروف، فيعني بالظبط يبقى هو خلاص هيبقى. لان زمان كان الحكم ينزل كده حاجه يعني فعلا امبراطور في الملاعب، وما كانتش الناس حتى لما تعترض على الحكم تعترض بشيء من يعني حاجه بسيطه، والاعتراض حتى يكون انه اخطا كخطا بشري، انها مش خطا مقصود عشان يكسب فرقه على فرقه ولا عشان يعني الكلام ده. لا اعتقد ابدا هو اهم حاجه هو نفسه، لان هو لما بيدير ماتش كويس واسمه يعلى والاتحاد يحطه في القائمه الدوليه بيفرق معاه كتير. احنا عندنا الامكانيات، يعني معليك واثق ان احنا عندنا الامكانيات، عندنا امكانيات فوق ما حد يتخيل، احنا مش واثقين في نفسنا. احنا اللي مش واثقين في نفسنا من كتر ما السوشيال ميديا بتهاجم على اي كوره او على اي حاجه، وبعدين فتره تحليليه في البرامج الرياضيه لمده ساعتين ثلاثه بشوف كل صفاره الحكم صفاره غلط ولا مش صح ولا غلط. طبعا الكلام ده بيأثر جدا نفسيا على الجماهير، وفي نفس الوقت بيبقى تاثيره اكتر على الحكم، فبيخليه نازل المباراه اللي بعديها وهو الى حد ما حتى لو بالنسبه ليله مرتعش وقلقان. فانا يعني مش مع الكلام ده كده، بالعكس اديهم ثقه. وهنا بقى من وجهه نظري الدوله تقدر تتدخل في حاجه زي دي. يعني ايه الدوله تقدر تتدخل؟ الدوله عندها من الامكانيات، وهم دول شباب، الحكام دول كلهم شباب، اللي يستطيع فيهم الحكام دول يستخدموا البنيه الاساسيه الشبابيه اللي موجوده بحيث ان هم يقدروا يتمرنوا تمرين كبير. يعني ممكن اوفر الحكام دول ملاعب من ملاعب وزاره الشباب، اقامه على حساب وزاره الشباب، لانهم زيهم زي اي شباب تانية تقدر تروح تعمل معسكر في الصيف في اسكندريه، تعمل معسكر في اسوان وفي ويتمرنوا. واحنا عملنا كده لما كنا في الحكومه، عملنا معسكرات ليهم كلها، بنستضيف 60 حكم 70 حكم ويتمرنوا اقامه كامله وياخدوا الدورات بتاعتهم كده بدون ما يتكلف اتحاد الكوره اي حاجه، ودي رفع المستوى التحكيم في مصر والحكام عموما، لان الحكام مهمين زيهم زي اللعيبه، يعني زي المدربين. يعني 100% وجهة نظر، يعني ده واحد بيبقى سفير ليكي في حتة في العالم. احنا كلنا كنا نعرف كولينا مثلا الحكم الايطالي، نعرف ويب الحكم الانجليزي، يعني في حكام كده في العالم معروفين. احنا حتى لما بنيجي نتفرج كمشاهدين كورة، يعني لما بعرف مثلا ان في ماتش ما بين ايطاليا وشيلي بس الحكم مصري، بدور على الماتش اللي بيحكمه مصري واهتم بيه. يعني حتى لو انا ما كنتش هتفرج على الماتش ده، بس عشان النهاردة الحكم بتاعنا هيحكم، هنتابع الحكم بتاعنا ونشوف رد فعل. فده سفير، وده جزء من اللعبة وجزء مهم قوي اللعبة. وانا بقول لحضرتك انا بتفرج على كورة في كل حتة وبشوف الحكام في كل حاجة، حكامنا لا تقل اطلاقا، يمكن اكفأ كمان من الحكام. بس الحقيقة ربما يعني مش عايز اقول الاعلام، لكن ربما الضغط العصبي من كل وسائل التواصل الاجتماعي على الحكام خلت كمان الاتحاد يبقى شاكك في انه يديهم الثقه، وخلت كمان الحكم نفسه بينزل. مع اني بتفرج على ماتشات في الدوري الانجليزي، بتفرج على ماتشات في الدوري في بطوله اوروبا في الشامبيونز ليج، يعني وبلاقي فيه اخطاء كبيره قوي في التحكيم، عادي وارد بشر يعني، وبيطلعوا يعتذروا بعديها عنها. فيعني يعتذر عادي جدا، والحكم ممكن يكون خطئ يعني اخطا 3-4 مرات واخطاء يعني كارثيه، ومع ذلك عادي جدا تلاقي الاسبوع اللي بعديه بيحكم وعادي، والناس بتحترمه برده كل حاجه. يعني معليك اديتنا الوصفه السحريه، الاحتراف للنهوض بالكره المصريه، وكمان ان احنا نثق بنفسنا ونعتمد على الكوادر اللي عندنا. يعني مش عايز اقول سحريه، انا عايز اقول ده رايي، لانه في ناس كتير بتقول لي لا واحنا كسبنا بطولات ولا افريقيا ما كانش عندنا محترفين. انا بس كل اللي بقوله ارجو في اي مجال من المجالات، نحن لسنا في الظروف بتاعه 20 سنه فاتت، نحن لسنا في ظروف 40 سنه فاتت، احنا في ظروف مختلفه.
يعني النهارده لما جه كابتن جوهري مثلا وصلنا كاس عالم 90 وقف الدوري، هل النهارده حد يقدر يلغي الدوري المصري وياخد الفريق بتاع المنتخب ويشتغل بيه؟ ما يقدرش. الظروف مختلفه عن زمان. لما كابتن حسن شحاته جه في 2004 عشان يمسك المنتخب بتاعنا في 2006، لعبنا بيه 2006، جه في اخر 2004 وقعد مثلا سنه، عمل 4-5 مباريات ومعسكر لمده شهر، ويمكن دلوقتي ما اقدرش اجيب اللعيب. النهارده يعني في لعيب بيقول حضرتك ما بتشوفهاش الا ليله المباراه. فانا بس قصدي ندير بشكل جديد وبشكل حديث يتناسب مع الكره العالميه دلوقتي. في نهايه حديثنا يعني بشكر معاليك على وجودك معانا، شرف ليا كبير ان انا اكون قاعده بتكلم مع معاليك. متشكر جدا، انا متشكر جدا وشكرا لكل الطاقم. نتمنى بقى تكرار الزياره ان شاء الله. احنا قريبين منكم على طول يعني ان شاء الله. ميرسي.